ازاي ابتدى. احنا النهارده موجودين علشان نجاوب على كل اسئلتكم واستفساراتكم بخصوص هذا التعاون المشترك. خلونا نبدا المؤتمر بكلمه من الفنان احمد فهمي ويليها كلمه من الاستاذ باسل الديب الرئيس التنفيذي لمجموعه طارق نور القطب. احمد فهمي اتفضل. مستني اسئلتكم. وجودي النهارده مش بس عشان ارد على الاسئله ومش هحضر الكلام اللي فعلا، بس انا اعتقد ان هو شرف كبير ليا ان اكون موجود او اللوجو بتاعي موجود جنب لوجو طارق نور. يمكن من اول ما بدات اتفرج على التلفزيون انا بمارس حتى الحاجات اللي هو بتبص الحاجات اللي فيها كرياتيفيتي. اعتقد ان كان من الرواد اللي هو ما كانش الاكبر، يعني كان طارق نور في الافكار المختلفه حاجات اتعلمنا منها كتير. فاعتقد ايا كان ايه اللي جاي لحد النقطه اللي انا فيها النهارده دي او اللي كان قاعدين بعض الممثل ده شرف كبير ليا وبشكره على التعاون. شكرا بس مش حاجه بس اتفضل. ناس كتيرة جدا بتسأل ايه اللي بيحصل بينا وبين احمد فهمي، وهل احنا بقينا مدير اعمال احمد فهمي ولا لا؟ طب ايه نوع الشراكة اللي احنا بنحاول نعملها؟ خليني كده احاول اشرح بمنتهى البساطة ايه الموضوع. احنا بنعمل حاجة جديدة تماما ما حصلتش قبل كده في الحقيقة. الحاجة المشتركة اللي احنا لقينا بعض فيها كشركة طارق نور واحمد فهمي اللي هو كان لسه احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هو حتة الكرياتيفيتي. احنا شايفين ان احمد من الفنانين القليلين جدا اللي عندهم دايما الحته الكريتيف في كل الاعمال بتاعته، سواء مسلسلات سواء افلام سواء اي حاجه بيعملها، دايما كده في الفيلم او المسلسل في فكره دايما او تويست معين مختلف عن بقيه الفنانين يعني. فلقينا هنا حته مشتركه لان هي دي شغلتنا في الحقيقه، ان احنا بنطلع بافكار ابداعيه للعملاء بتوعنا وللشركاء بتوعنا. فهنا لقينا كده نقطة مشتركة بينا وقلنا طيب تعالى نتعامل بشكل مختلف تماما ونبدأ نغير في العقلية والتفكير بتاعنا في التعامل مع الفنان نفسه، ونبدأ نتعامل معاه كبراند كعلامة تجارية. علامة تجارية زيها زي أي حد، زي أي منتج، زي أي خدمة حضراتكم بتتعاملوا معاها في الحياة اليومية، زيها زي تليفون، بيبسي، بنك الأهلي، أي علامة تجارية بتتعاملوا معاها هو في الاخر براند. قلنا طيب تعالى نتعامل مع الفنان احمد فهمي كبراند. البراند ده بيتحط له استراتيجيه تسويقيه معينه، بيتعمل ابحاث معينه علشان نبقى عارفين ايه المكان اللي احنا المفروض نحط فيه احمد فهمي، مين هو الجمهور المستهدف اللي احنا هنتكلم عليه، المفروض نواجهه بالاعمال بتاعتنا، بنتكلم باي طريقه، بنتكلم ازاي، ايه اللي الناس حباه في احمد فهمي، ايه اللي الناس مش بتحبه في احمد فهمي، اللي هم مستنيين من احمد فهمي، وهكذا. في شويه تفاصيل كتيره جدا في الحته دي. بنعمل كل ده ليه؟ علشان نحاول في الاخر، وهو ده بقى المنتج بتاع الشراكه، ان احنا نعمل محتوى مختلف. مش المسلسلات، مش الافلام اللي احنا بنعملها، ولكن المنتج ده بيبقى مردود على فترات. الفيلم مش بنعمل كل يوم، المسلسل مش بنعمل كل يوم. احنا بنحاول نستفيد الكريتيفيتي اللي عندنا احنا الاثنين، ونطلع بمحتوى مختلف، ونكون على السوشيال بلاتفورم بتاع او بلاتفورم اسمها كل صفحات التواصل الاجتماعي بتاعت احمد فهمي، ويكون في تفاعل يومي ودوري مع الجمهور بتاعه اللي احنا محددين واللي احنا بنتكلم عليه. فده كده باختصار شديد. احنا عملنا فعلا بحث كده او كذا نوع في الحقيقه، سواء حاجه اسمها فوكس جروبس بنجمع ناس معينين بنتكلم معاهم عشان نقدر نطلع منهم المعلومات دي، وبنسالهم مجموعه اسئله كثيره جدا عشان في الاخر نقدر نحدد ونقدر نتفق على استراتيجيه تسويقيه لاحمد فهمي. اللي هو دايما في كل خطوه لازم نكون بنتعامل ان هو براند شكل شخص، لكن هو في الاخر هو براند ليه اهداف، ليه خطه لازم نمشي عليها، وده كان الحته المشتركه اللي احنا بنطلع بيها. وبرضه في نوع اخر من الابحاث اللي احنا عملناها، اللي هي احنا بنعمل عملنا في الحقيقه 6000
وكلمة تليفونية في كل حتة في مصر عشان نبدأ نطلع معلومات قد نكون احنا نفسنا حتى مش عارفينها ولا حتى احمد نفسه يكون عارفها. من ضمنها مثلا هل احمد او بنسألهم بنبدأ حتى الأسئلة كده مين أكثر ناس من السوبر ستارز بيجي على بالنا؟ وعايز أقول لكم إن احنا لقينا إن أحمد من أول أربعة كانوا موجودين من قوم على بال الناس كلها باختلاف الأنماط باختلاف المحافظات اللي هم موجودين فيها. ده كده باختصار شديد احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا شوية خطط الفترة اللي جاية وأوريدي طلعنا بأنواع كتيرة من المحتوى علشان نبدأ نشتغل عليه بقى بالتفاصيل ونبدأ ينزل على السوشيال ميديا بتاعت ده ممكن اللي عنده اي سؤال يرفع ايده والمايك هيجيله لغايه عندك.